اهلا بكم احبتي المشاهدين بجوله جديده من جولات قناه الموصليه الفضائيه في داخل مدينه الموصل. هذه الجوله ستكون في اشهر سوق او اشهر شارع في هذه المدينه وهو شارع الدواسه، لنوثق الحركه التجاريه واعاده الحياه لهذا الشارع، الشارع التجاري في هذه المدينه التي كانت منكوبه ومحتله من قبل تنظيم داعش الارهابي، ولكن الحمد لله بجهود الخيرين، بجهود القوات المسلحه وتضحياتهم عادت الحياة لهذه المدينة. خلي ناخذ لقاءات بعض المواطنين. نقول لكم كل عام وانتم بخير. انتم بخير ان شاء الله يكون هذا العام افضل من كل الاعوام اللي ان شاء الله. جاء حبيب محمد، أمة محمد، سنة على سنة يزيد روح محبة ان شاء الله. ان شاء الله جاء أمة محمد وجاء أمة الاسلام. تحكي لي ايش شفت الحركة؟ والله الحركة جاية جدا، رحمة رحمة من الله. ما تتصورون؟ ما كنت تصورنا، حتى صورناها نحن، نحن صورناها بالموبايل. يعني كلش كل شيء حلو. ان شاء الله ما تبقى ذكرى، لان هاي كلها راح تبقى ان شاء الله. تبقى الحركة، الحركة تبقى. هذا انا كيف انا. نحن شو نقول للعراقيين بصورة عامة، القوات المسلحة نشكرهم، شكرهم ممنونين. كل عام طب خير وبخير ان شاء الله. سنة عليكم جديدة وأمة محمد، بس على الأقل يراعون المواطنين. من هم؟ الشعب. إن شاء الله هاي الابتسامة دائما موجودة على وجوه العراقيين يا رب. أيضا السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير حياتي. عاد تشربون عصير؟ كنتوا صيام؟ إي والله. ويمكن هذا آخر يوم؟ والحمد لله. باكر عيد؟ إن شاء الله. أنتم والشباب أصدقائك، كم واحد نزلتم؟ والله إحنا أربعة تقريبا. أربعة؟ إيه. تشترون ملابس؟ اشترينا ملابس. ما شاء الله، يعني جهزتوا؟ جهزنا وباكر ان شاء الله عيد. وان شاء الله يديم الفرحه على الشعب العراقي ان شاء الله، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله احلى عيد هذا ان شاء الله. اللهم امين. احلى عيد يكون بوجودكم انتم شباب. ان شاء الله ان شاء الله. شبابنا الحلوين ولادنا. حيل زين اسعارها. حيل زين ما شاء الله. والله اخذنا ترك سود، هذا انا اشتريت قبل. مبارك ان شاء الله عليك وعلى العراقيين كله. الله يرحم والديك. ايش نقول للعراقيين؟ والله نقول نشكرهم ونشكر دعمهم هذا لوجودهم. كل عام وانتم بألف. قناه المواصليه، يعني قناه المواصليه هي الوحيده يعني اللي تفتار وتشوف يعني الشعب. نحن وثقنا الحمد لله. قناه المواصليه وثقت هاي المدينه من اول تحرير الى حد الان. نحن نوثق الان عاده هاي الحياه. نحن كنا نحلم انه فرد يوم نقف وهذول الشباب موجودين. كانت هذه المدينة والشارع كله مدمر بالكامل. والله ما شاء الله. يعني لكن الحمد لله. الحمد لله. هسه نوثقكم موجودين. والقوات الأمنية يعني ما خلوا قصر ويانا يعني أكيد. ونشكر كادر مال المواصلية يعني همين يفطروا ويانا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. إذا مستمرين بهاي الجولة. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير علينا وعليكم إن شاء الله بخير والسلامة إن شاء الله. الله يبارك فيك. وشوفوا هذا الوجه الحلو اليوم. هاي نزلت على السوق مع والله وعدتوهم ننزل على الدواسي وشعنا الناس ولادين نزلنا نرفع روحهم بالدواسه ان شاء الله. كجولة اشتريت لهم؟ والله يكملوا بس اليوم جوله لهم ان شاء الله. جوله حتى يشوفون هاي المدينه. اي والله اي والله. رجع الامان. اي والله الحمد لله الحمد لله. رجعت مثل ما كان ان شاء الله. ترجع واحسن ان شاء الله. ان شاء الله. ايش تقول للعراقيين؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله على الكل ان شاء الله. ينعاد بصحة وسلامة على الكل إن شاء الله. العراق كله يا رب العالمين. مستمرين إذا أحبت المشاهدين بهذه الجولة بين شبابنا الحلوين بهذه الفرحة. ليلة العيد إن شاء الله تكون كل أيامنا أفراح ومسرات يا رب العالمين. أثناء حقيقة تجوالنا في شارع الدواسة هناك تواجد لأبطالنا القوات المسلحة البطلة المتمثلة بالجيش وأيضا الشرطة. معي العقيد فلاح. السلام عليكم. عقيد فلاح حمادي هندي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. يسلمك يبارك فيك. يتقبل صيامكم وقيامكم. يبارك فيك الله يسلمك.
بالبداية أنت دخلت على هاي المدينة هذا فارغة؟ نعم نعم. وهسه ما شاء الله نشوف يعني هاي الحركة يعني تفرح. نعم. ما صحيح؟ صحيح. بالبداية دائما أسألك، شفنا تفتيش بالبداية، ليش نعم. التفتيش؟ التفتيش حقيقة بالبداية وبالنهاية هو لسلامة أمن المواطنين. نعم. فإحنا منعنا دخول السيارات حتى ما يحدث خرق أمني. نعم. وبنفس الوقت مسهلين أمور التفتيش للمواطنين، ناصبين أكثر من 3 طوابير ومسهلين الحركة إن شاء الله. نعم. وأيضا يمكن الحركة التجارية بالنسبة للمواطنين تسهل. نعم الحركة التجارية جيدة جدا. نعم. أشو شفت المواطنين تعاونهم؟ المواطنين معاكم أنتم بالذات. أكيد المواطنين هم أبنائنا، إحنا هم أولاد الموصل، متعاونين 100% مع القوات الأمنية. هم أيضا ديجون قلت لك المنطقة الدواسة يحاولون يحيون الجانب الايمن من المدينه، اكو قسم من عندهم ما ما يعني ما حاجه يجي للدواسه، بس هو متعمد لغرض احياء هذا الشارع. نعم. يعني شوف واجهت صعوبات خلال هاي الايام خاصه التفتيش اي صعوبات ما واجهنا، للمواطنين متعاونين. عندما يكون المواطن متعاون يعني الامن اعتقده 100% الحمد لله. البارحه بعض الشباب بنشروا احدى الصور مالك مقاطع الفيديو، انت عم تستقبل الشباب. نعم نعم اكيد، يعني كانهم عم تستقبلهم في بيتك. اكيد اكيد، وليس ضمن دائره مسؤوليتك. اكيد اغلبهم اصحابي واصدقائي وجيراني، فاحنا نرحب بيهم. عقيد فلاح، نحن نقول لك كل عام وانت بخير يا رب، وانت بألف خير. والقوات المسلحه يسلمك، والداخليه بألف خير يا رب، وتبقون خيمه على العراق يا رب العالمين. يسلمك. اقول اشكر قناه الموصليه واشكر الاخ زياد الصميدعي اللي دائما سباقه ومتواصله مع المواطنين في معارك داعش، في تحرير المدينة، ومن ثم في عادة الأمل لهذه المدينة والإعمار إن شاء الله. متواجدين وأيضا إن شاء الله. بارك الله بكم، بارك الله بكم بالأيام والأشهر القادمة إن شاء الله يا رب. شكرا سيادة العقيد، شكرا. إذا مستمرين أحبتي المشاهدين، سمعنا هذا الكلام الجميل من أبطالنا القوات المسلحة المتواجدين بشارع الدواس حتى يفرضون الأمن والأمان يا رب العالمين على العراق بصورة عامة وعلى مدينتنا بصورة خاصة. يعني حقيقة مشاعر لا توصف بالكلام، حركة تجارية مستمرة في هذا المكان، أيضا الباعة المتجولين متواجدين. أشون نشوف الحركة اليوم يا أبو؟ زينة زينة. أنت طالب؟ إيه يا عمو. بأي مصر؟ سادس. السادس، الله يوفقك حبيبي. أنتوا شمعتنا، أنتوا الأبطال، يعني أنتوا جهادكم كان بالمدرسة وصبرتوا أيضا أثناء احتلال تنظيم داعش الإرهابي وما بعد أنت تبيع مي، هذا والله أنت بطل حقيقة. شبابنا الحلوين أيضا أيضا متواجدين بشارع الدواسة، الباعة المتجولين، يعني حقيقة هذه الأيام لن تمر على المدينة منذ سنوات طويلة. خلال احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمدينة كانت مستباحة ولا يوجد في أي حركة، وما بعدها كانت مدمرة بالكامل، ولكن هذه أول عام أول يوم يمر على هذا الشارع بهذه الكثافة بهذا الزخم من المواطنين، ونشاهد أيضا الابتسامة على وجوه جميع المواطنين المتواجدين بهذه المنطقة. السلام عليكم. سلام والله فلا أستاذ زياد. عشان نشوف الحركة؟ أنت شوف بعينك، صلاة على محمد، تقول قامت الساعة، قيمة الساعة، خير وبركة وأمان، ويعودوا علينا وعلى أمة محمد بخير إن شاء الله. اللهم اجعل يحفل العراق وأهل العراق. اللهم آمين. اللهم آمين. يعيدوا علينا وعلى سائر الإسلام. اللهم آمين. وبارك الله بكم. الله يخليك، هذا واجب. بس هاي الحركة ما كشفناها. ما طبيعي، هاي ما طبيعي. ما يعني عمل أول ماكو هيك، ولكن صارت من قبل. يعني دوسة رجل ما كنت أصور وشوف العالم. بس ناقصها سينمات. إيه والله سينمات، بس ترجع السينمات. أنت لحقت على السينمات؟ إيه شلون؟ يا بلد. والله بال75 كان ماكو دوسة رجل. إيه كانت الدواسة. مع الحمل، سينما الحمورابي، سينما. وبالأخير حمورابي. نعم 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 أستاذ زياد، الله يستر عليكم. بس خبي الله يحفظك. إيه. مشان يطفي يمكن. إيه. إن شاء الله هاي الابتسامة شكرا موجودة على وجوه العراقيين يا رب العالمين. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. إيش اشتريت؟ والله اشترينا الحمد لله الأحذية والبوات تكرار. كملت. كملنا. ما مهم إيش قد إيش اشتريت. والله حسبة 75-80. ها. إيه والله الحمد لله. مناسب يعني. أسعار مناسبة. أسعار مناسبة جيدة جدا يعني. إن شاء الله. 12 و15 شيء بسيط يعني. بسيطة والأصحاب المحلات متعاونين. والله متسهلين حيل يعني ما شاء الله اليوم. والأمان. الله يديم الأمن والأمان إن شاء الله. إن شاء الله. متوقع اليوم الدواسة هكذا؟ لا لا، توقعنا أقل من هذا الشيء بس.
جينا تفاجئنا انه لا الحركه اكثر من ما ان شاء الله دائما ان شاء الله دائما متفاجئين بهكذا حركه بالاعمار بالتطور بالامان يا رب العالمين. مستمرين بهذه التغطيه احبتي المشاهدين في هذا الشارع شارع الدواسه، هذا الشارع الحيوي المعروف لدى كل العراقيين، شارع الدواسه جميع العسكريين مدنيين زوار ياتون الى هذا الشارع للتبضع. ندخل احدى المحلات ايضا نسال على بعض الاسعار، وقبل لا ندخل ايضا نشاهد بعض الباعه المتجولين. حقيقه مشكوره وزاره الداخليه سمحت لبعض المواطنين انه يفتحون بعض البسطات. ندخل احدى المحلات احبتي المشاهدين في هذا الشارع الحيوي شارع الدواسه، احدى المحلات حقيقه مكتظه بالمواطنين والمتبضعين، حتى نسال ايضا عن الاسعار الموجوده في هذا المحل. السلام عليكم حبيبي، كل عام انت بخير. انت بخير عمي، يا هلا بيك. تحكي لي الاسعار مالكم شلون؟ الاسعار مالتنا حاليا حيل مناسبه. مناسبه؟ حيل مناسبه. يعني دعم حتى ترجع هاي هي اكيد يعني هي من الكل يعرفون بانه الدواسي كان ضررت، فهو شو جاي بالايمن شوي حالته تعبانه. حتى تكون كخطوه هو اكيد هو كخطوه حتى نحقق نجاح هو اكيد اشقد يكون الاسعار مناسبه. الدواسي هي اسعار جمله ومستهلكه بالاسعار. هي اشقد يكون الاسعار مناسبه، اكيد الناس راح يجون ينزلون على الدواسي. البضاعه مالت صينيه تركيه؟ والله اكو صيني واكو تركي، بس الاغلبيه ساحق التركي. تركي النوعيه ماله جوده؟ جودة درجة أولى. درجة أولى مضبوطة. يا ما شاء الله بالدرجة أولى. شلون شفت الحركة اليوم؟ والله حركة حيل قوية الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. يعني احتمال يعني الإقبال يعني أحسن من غير مناطق. أكيد. مثل الزورة وغير مكانات. خل مدينة الموصل إيش تقول للعراقيين هسه الكل حيشوفونه؟ والله إيش أقول لهم؟ أقول لهم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله يعمل الأمن والأمان على المدينة الجريحة إن شاء الله. وان شاء الله من الاحسن للاحسن. اللهم امين. ان شاء الله تقدم نحو الافضل. اللهم امين. عندك اصدقاء خارج العراق؟ والله لا ما عندي. خارج الموصل؟ خارج الموصل لا. هم كل الحمد لله شكرا كلهم موجودين. كل عام وانتم بخير يا رب. ومستمرين احبتي المشاهدين بهذه الجوله. مع من جيت؟ والله جيت ويا ابني. اشوفك ضعي طلبات البيت وطلبات الولاد الله يحفظهم ان شاء الله. الله يعافيك يستر عليك يرحم والديك ويعوضك يا رب. الله يبارك فيك يستر عليك. والله جينا على مود العيد. والولد راد ملابس وبقيه الجهال وما جهال هذا سوقنا لهم، فباقي هذا مثل ما يقول الله يعافيك. الله يعافيك ويستر عليك. الله يعافيك. فهي ايام العيد مثل ما يقول الله يعيده. ايه مطلوبه. نعم والله يعيده على امه محمد بالخير والبركه والامان والصحه والامان. اللهم امين. وكل الشعب العراقي لان مثل ما يقول شعب مظلوم. اكيد هو الشعب العراقي وكل النواحي. انا يعني بعض بالبرامج اقول اهل العراقيين اهل الخطيه. اي نعم بصوره عامه. نعم العراقيين اهل الخطيه، اذا كان كردي او من الجنوب. نعم. او من اي مكان. نعم. او شبكي او عربي. نعم. من يشوف حاله يتاثر به يقول خطيه. اي والله العراقي اهل الخطيه. نعم. شعب عراقي مظلوم، بس ان شاء الله الافراح والامن والامان يديم علينا الخير على العراق. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. امين. اذا مستمرين احبتي المشاهدين بهذه الجوله في شارع الدواسة حتى ننقل الحركة التجارية والابتسامة على وجوه العراقيين. السلام عليكم. السلام. شو اشتريت؟ والله اذا نفطر نشتري ملابس. بعد ما افطريت؟ لا نفطر. بعد ما اشتريت اي والله. الساعة عشقد؟ بعد وقت. الساعة عشقد يمك؟ الساعة 11:30. 11:30؟ الساعة 11:30؟ 10:30؟ اتفقونا على الساعة. 10:30. الساعة 10:30. يعني تتوقع انه الحركة التجارية راح تبقى؟ ان شاء الله. ليش قد؟ والله ان شاء الله تبقى للثنتين بالليل. للثنتين ما شاء الله. هذه رسالة انه العراق بخير. ان شاء الله. انه مدينتنا جودة محافظتنا خير وامان يا رب العالمين. اي والله ان شاء الله بجودة القوات الامنية. ايش نقول للعراقيين؟ والله نقول ان شاء الله عيد مبارك وعلى قواتنا المسلحه وعلى المسلحه واخواننا واصدقائنا ان شاء الله. يا رب وتبقى الابتسامه على وجوهكم. مستمرين احبتي المشاهدين بهذه الجوله. انت شايف هذول الشباب كلهم راح تزينهم. اي والله. ليش اخترت الدواسه يعني؟ والله الدواسه لان بيها تاريخ قديم يعني من ايام الشباب. نعم. يعني كنا ما نجي الا على الدواسه، كانت مقرنا الرئيسي اللي هي الدواسه.
وتقول على السينما حمورابي حمورابي. تتذكر احدى الافلام القويه اللي كانت؟ والله كان فيلم الشعله الهندي كنا. اي والله زين. ممثلين منو كان؟ والله يمكن دارا مندر واميتاب. يا رب تبقى هاي الابتسامه. الله يحفظك على العراقيين. الله يحفظك وان شاء الله دوم بخير نشوفك. يعني دور السينما ما يعني هل لها تاثير على هاي الحركه؟ اكيد اكيد لها تاثير. وكانت بصراحه لها بصمه يعني الشباب الكذا الافلام يعني واحد يرتاح نفسيا. يمكن يطب فضائيات ماكو. فضائيات ماكو كان ذاك الوقت. أسع يعني الفضائية الموصلية بالضبط والموبايلات والموصلية سباقة بهذه الأمور الطيبة إن شاء الله. نعم. بوجودكم. بس تبقى دور العرض السينما لها يعني. إيه والله خاصة. والله المفروض يعني. وأنا يمكن يعني شو لي بعض الشباب أو الشياب ما بشياب يقول يعني مواقف الأفلام الهندية كانوا يبكون. إيه والله صحيح كنا بالشباب نطلع نبكي واحد يبكي. إيه والله صحيح. أكيد ما تأثير. تأثير قوي كان يعني أبو العالم على أبو علي. أبو علي ان شاء الله باكر عيد ان شاء الله. من خلال قناه الموصليه اعلنوا قبل قليل انه باكر عيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شو نقول للعراقيين الاخوان القوات المسلحه بكل صنوفها؟ والله ان شاء الله نشوف العراق بخير ونقول لهم كل عام انتم بخير من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. ويا ربي ان شاء الله الامن والامان يعم هذا البلد. وكافي تعب كافي ضيم كافي ان شاء الله. ان شاء الله ووجودكم ووجود الطيبين. شكرا. إذن أحبتي المشاهدين مستمرين بهذه الجولة. عيد سعيد على أمة محمد وعلى الإسلام كلهم إن شاء الله. وعلى العراقيين بصورة عامة. وعلى العراقيين وعلى القوات الأمنية إن شاء الله. إن شاء الله. إيش تبيع؟ والله عصائر الزبيب البرتقال الموز البطيخ الطبيعية. القاتو الموطى والأزبري. الأزبري. أشون الحركة يعني بصراحة؟ والله الحركة. ما نفتح هنا. الحمد لله. بس هذا يمكن أول يوم يختلف عن باقي. السنين حتى. والله هاي السنة حيل زينة ما شاء الله. نعم. حيل زينة الشغل الأمن. ليش قد راح تبقى مفتح؟ والله دع تبقى للثنتين بالليل. الحركة دع تبقى للثنتين بالليل. يعني من عاد تبقى للثنتين هذه رسالة للعراقيين وللعالم كله إنه محافظتنا ومدينتنا بخير ويعم الأمن والأمان فيها ومسيطرين. ما؟ تمام والحمد لله. صيام مقبول علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. عدت من الصيام فقط مره الحمد لله عدت. الحمد لله عدت وخلصت وان شاء الله. اجر وثواب لكم يا رب. الله يتقبل ان شاء الله. شفت الشباب اللي عايش دوام من عدت. والله الحمد لله يعني السوق احسن من قبل. وكان رغم كان الدمار بي اكثر من 30% هسه الحمد لله رجعت وكلها رجعت على مناطقها ورجعوا على محلاتهم ورجعوا على محلاتهم الحمد لله ويشترون. وشوف بعض الشباب اللي يسوق يتعب يجي يشرب عصير الحمد لله. الاسعار مالكم شلون يا عادي؟ لا اسعار جدا بسيطه يعني عصير ب 500 واكو بربع والكيك ب 500. نعم. القاتو ب 500. شراء موطا كله على 500 وربع. رخيصه ايام كلها حركه موجوده والاوضاع مستقره وشكر لله على القوات الامنيه ان شاء الله. نحن ايضا من خلال هاي الجوله نقول للعراقيين كل عام وهي بألف خير يا رب العالمين.
كل عام انت بخير. كل عام انت بخير وانت بالف خير. شوف الحركه اليوم. والله الحركه طبيعيه والحمد لله مرتاحين ويعني يعني يعني طيبه ورمضان كان خفيف. اليوم نزلت جوله لو تشتري؟ لا والله اشتري ملابس الويلادي وهاي. اشتريت لو بعد؟ يعني بعد ما اشتريت اتمشى. هسه الساعه 11 تقريبا. لا انا مشتري كامل يعني بس نواقص هيك شيء نواقص اكملها. ايه تكملها. ايش تقدم تهنئه للعراقيين؟ والله القوات المسلحه. قوات المسلحه يعني ان شاء الله يحفظهم ويعني ما امن وامان فول الحمد لله مرتاحين. هاي الناس شوف مرتاحه وما يعني وقول كل عام مستقر. كل عام وهم بالف خير يا رب. كل عام وهم بالف خير. والرحمه للشهداء. والرحمه للشهداء العراق. كل الرحمة الشهداء العراق اللي بدمائهم الزكية حقيقة نحن متواجدين بهاي المناطق. والله صحيح مناطق العراق بصورة عامة وضع الأمن يعني جيد جدا مرتاحين الحمد لله ويعني ماكو أي شيء واحنا ما بس يعني خلصنا من داعش هذا وبعد ما نريد شيء إن شاء الله. إن شاء الله ما إن شاء الله دائما نحن مرتاحين والعراقيين كلهم مرتاحين ونشوف هاي الابتسامة. أيوة على وجوه شبابنا. حيا الله الموصلية. الله يخليك. شكرا شكرا شكرا. والله ما شاء الله الاسعار ايه والله مليحه مناسبه. ايه مناسبه. زين الحركه شلون نشوف؟ والله ما شاء الله حركه طبيعيه بس احنا نريد يصير بعد انفتاح اكثر واكثر. والله يعني هسه الحركه يعني. لا لا احنا ما نحكي بس على هاي المنطقه القصيره. نعم. يعني هسه انت بس نعور الشارع شول احنا نريد التطور يصير اكثر واكثر. القديمه اي طبعا طبعا اكيد. حقيقه نلتمس من المعنيين. اي نعم. هسه حاليا هم تولوا زمام الامور بالمدينه. ان شاء الله نشوف تغيير. ان شاء الله احنا نتامل نتامل من ناحيه الخدمات من ناحيه الجسور وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مثل ما كانت وافضل واحلى. ايش توجه رساله وشو توجه والله للعراقيين؟ والله اهنيهم واقول لهم كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله وينعاد علينا بصحه وعافيه. اذا مستمرين احبتي المشاهدين بهذه الجوله في شارع الدواسة. الشباب يقولون حقيقة ما متوقعين هكذا حركة تجارية. ما كنت شاهد هذا الشارع منذ سنوات عديدة. الحمد لله رجعت جهود القوات المسلحة بجهود الخيرين بصبرهم وبإيمانهم بدعائهم أيضا بتضحيات كما ذكرت القوات المسلحة. أنا عملت إحدى الحلقات حقيقة من خلال قناة الموصلية الفضائية عملنا حلقة بحمام السجن. شعنان وحركه بينو وما شاء الله مرتب. هسه ماكو حركه. ليش؟ والله ما عاد. بوردين حاره يعني مثلا؟ المفروض تخبط الحمام. ايه هكذا ايام المفروض تخبط. اي والله ايام العيد تخبط. الاسعار ماكو شلون بالحمام؟ ب 4000 دينار النفر. مال غاز غالي. غاز غالي. الدولة يعني ما تنطينا غاز. يعني لا الدولة عطتكم غاز انتم ننزل السعر. ان شاء الله راح ايضا نعمل حلقه عندكم بالحمام. حمام الدواسة حماماتنا القديمة أيضا. الله يخليك كل عام وانت بخير. الله يعزك. السلام عليكم. يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحه يسلمك والعافيه الغالي. الله يسلمك حبيبي. بالبدايه نقول لكم الله يتقبل صيامكم منا ومنكم ان شاء الله يحفظكم ربي. يعني جبناها من بدايه الدواسه الى هون الكل تضحك تبتسم احتيالي. يعني سعيدين بهاي الحركه التجاريه سعيدين بهذا الشارع. هاي اول مره يرجع هكذا. الحمد لله. طبعا اعتيادي يسعدون لانه هو هذا يعني منطقه هي مركز الرجالي شريان 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 حيوي للرجالي فقط. منطقه محصوره
ما 100 200 محل 300 محل. الزبون من يجي يتسوق ما يطلع اذا ما يتسوق ما من المحل محل اخر صحيح. نعم نعم. فهذه الابتسامه لازم ترجع استاذ زياد، لانه هاي السوق كان يعني عليه غبار ونفض الغبار والحمد لله ان شاء الله وغيمه وزاحت ان شاء الله ونحو الاحسن ان شاء الله. والسوق انت اشوفوه ما شاء الله يبشر بخير وان شاء الله الموسم الجاي احسن بعد العيد الجهود الطيبين والخيرين والقوات الامنيه وانتم الطيبين ان شاء الله توصلون انتم دائما ايضا ما ننسى حقيقه دور الاعلام شهدائنا الابطال اكيد ان شاء الله بدمائهم الزكيه حقيقه والله هم كانوا سبب لاعاده هذه البهجه وانتم هم يعني رحم شهدائنا اي والله الله يرحمهم ويتجاوز عنهم هاليوم ان شاء الله وايضا وكل مظلوم ان شاء الله. عندك احد خارج العراق؟ اي اكيد عندنا كثير اخوان اصدقاء وقارب نوجه لهم التحيه وان شاء الله وانتم خير ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم كل خير. بالخارج نقول لهم ارجعوا ارجعوا ما تلقون احلى من موصل الدواسه وكل شيء موجود فيها بس السينمات ما موجوده. اي والله اي والله بس السينمات موجوده هسه على الحديث كله على الانترنت. ابو العنبه ما موجود. اي اي ابو العنبه ما لحق ابو العنبر اي اي كان يقفين بالسينما. اي عنبر صمون ما لحقت عليه والله. ان شاء الله دائما هذه الابتسامه على وجوه. يعني انتم انت استاذ علي يعني دائما تجون ان شاء الله وتبعثون هاي الصوره للعالم كله ان شاء الله. حقيقه خلال توجيهات استاذ غازي فيصل مدير قناه الفضائيه الموسميه انتم قناه سباقه انتم قناه سباقه نوثق رقم واحد حتى العالم كله يعرف الوضع الامني. احنا مواظبين معاكم مواظبين انتم الامان في محافظتنا وان شاء الله الامن والامان بالعراق. اللهم امين وكل عام وانتم بخير يا رب العالمين. مستمرين اذا احبتي المشاهدين بهذه الجوله في شارع الدواسه حتى نوثق هذه الحركه هذا الامان هاي الابتسامه على وجوه العراقيين من كل حقيقه مناطق محافظتنا او مدينتنا الموصل. اشو شفت الاسعار؟ والله اسعار كلش زينه رخيصه يعني احسن من ايش سمعنا ابو المحل تقول رخيصه زينه لو صحيح رخيصه زينه لا رخيصه رخيصه ها ما غاليه لا ما غاليه نهائيا ارخص من ايسر ارخص من الجانب الايسر اي ان شاء الله نحن حقيقه هم الناس تدعم باقل الاسعار حتى ترجع لازم تكون اكو تضحيه من قبل بعض المحلات من قبل التجار يدعمون البضاعه بسعر رخيص حتى ترجع ترجع الحياة إلى هذا السوق من خلال دعمهم بأقل الأسعار. ومنطقة الدواسة حقيقة معروفة من زمان أسعارها كلش مناسبة أسعار جملة يخلون ربح بسيط حتى يبيعون أكثر عدد وإن شاء الله الربح لكل العراقيين يا رب. مستمرين بهذه الجولة أحبتي المشاهدين في منطقة الدواسة حتى نوثق هذه الحركة التجارية ومثل ما قال الأخ قبل قليل انه حتى ننطي رساله ايضا لاصدقائنا خارج العراق انه نحن هاي الدواسه هسه رجعت رجعت مثل قبل واحلى مثل ما تركنا حاليا رجعت. أنتم بخير والموصل وأهلها بخير والعراقيين جميعا بخير إن شاء الله. اللهم آمين. سيادة القائد أنتم دخلتوا هاي المدينة حقيقة كانت خرابة بعد ما دمرها تنظيم داعش الإرهابي وسع تتخطى أنت ما شاء الله أنت والشباب والسادة الضباط وهذا الازدحام من الشباب أشنو انطباعك؟ يعني حقيقة احنا سعداء ونشوف الحياة تعود مرة ثانية إلى الدواسة هذا الشارع التراثي اللي كل مو بس أهل الموصل يعني كثير من أهلنا بالعراق يعرفون هذا الشارع كثير من الناس لهم ذكريات بهذا الشارع سيادة القائد حتى من خارج المحافظة هو من خارج المحافظة يعني أكو ناس كانت أنا أعرف بغداد يقول له قاعدين بالليل يقول له نروح نتريق بالدواسة أو نتعشى بالدواسة يجون بالنار يقول له نتعشى بالدواسة
يعني فرحان جدا اشوف الحياه ترجع له واشوف يمول البنايات والكذا، انما تعمر المدن باهلها. يعني الخطه اللي وضعتمها بالعيد ان شاء الله لاهلنا بمدينه الموصل، يعني ثقل الخطه بالنسبه للمدينه يعتمد على قياده الشرطه. قعدنا ويا الاخ قائد الشرطه، اكو اماكن حسب اهميتها حسب الزخم اللي عليها وضعنا لها معايير لدخولها. اكيد راح يعني راح يشوفون كثافه بوجود رجال الشرطه وظهيرهم طبعا الجيش والحشد، راح يكون يعني مناطقنا اللي يرتادوها الناس اكثر من غيرها. انا يعني حتى هنا بالدواس اشوف يعني كل كذا ما ترد اشوف انه موجود منتشرين. نعم منتشرين ابنائنا، بس هو الاعتماد الاكثر على اهلنا، لازم ينتبهون هم واصحاب المحلات خاصه ينتبهون، وان شاء الله توفيق من رب العالمين يحفظ الموصل ويحفظ اهلها ان شاء الله، ويحفظك ويحفظ كل المنتسبين. اذا احبتي المشاهدين، نحن مستمرين خلال هذه الجوله، ايضا نلتقي مع سياده اللواء عبد القادر. خلينا ناخذ وقتك شوي. السلام عليكم. اتجول انت سياده القائد وبدون حمايه، يعني هذا والله هي صوره معبره اكيد يعني عن الحاله. الحمد لله والشكر، اكيد هذه بجهود الجميع من القطاعات العسكريه والازمنيه، وبالتاكيد المواطنين. نحن دائما نقول بالموصل حمايتنا المواطنين، يعني انا والسيد القائد دائما نقولهم ابتعدوا اللي يحمون الناس. احنا هذه حقيقه العلاقه الجيده اللي احنا نعتز ونتشرف بها مع المواطنين ان شاء الله. وهذا شارع الدواسة حكيت انا من الناس، يعني ايام كنا نجي بالدورات مالتنا مال مدرسه المشاهد، نعم نعم، الي هذا لي ذكريات حقيقه جميله بي. كنت اقضي معظم وقتي هنا، استمتع يعني في هذا المكان واعتز به لحد الان. اكو ذكريات ابوع المكانات، انا سعيد جدا من شفت هذا المكان رجع يعني الى عهد السابق، رجع بناسه. وحقيقه هي الموصل اللي عندهم هاي الروح الجميله وعندهم هذا الاصرار ان يعيدون مدينتهم، هذا حقيقه يعطينا ايضا دعم. نشوفهم جدا حريصين وحقيقه بوقت قياسي ومتعاونين جدا، عندهم تفاؤل كبير وعندهم امل، وحقيقه جهودهم هي بالدرجه الاولى. الناس اللي كان عندها اصرار، وشفنا محل في كان مدمر واصر ان يفتحه ورجعت، والحمد لله تدري هذا اعطى رساله للاخرين ورجعت الحمد لله والشكر. الدواسه تزدهر بناسها الطيبين. استاذ عبد الخالق، نحن نقول لك الك ولكل المنتسبين كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانتم بخير وكل عام خير لهنا بالموصل ان شاء الله، والرحمه لشهدائنا كل ايام. اكيد 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 هؤلاء اللي ضحوا باغلى ما يملكون اكيد هم في قلوبنا وضمائرنا، واكيد احنا عايزين ان نوفيهم حقهم، وهي ضحوا باغلى ما يملكون. نسال الله نسكن فسيح جناته. اللهم امين. حقيقه هذا كان اللقاء مع قوات المسلحه البطله، ايضا كانت وزاره الداخليه لها حضور ايضا في هذا الشارع. سلام ان شاء الله بالموفقيه ان شاء الله، نتمنى لهم السعاده والصحه والامان ان شاء الله، الله يديم عليهم اجمعين ان شاء الله، ويتقبل منا ومنهم صالح الاعمال يا رب. يلا بليغ.
هذا الشارع شارع الدواسة لن يشهد هكذا حركة تجارية منذ سنوات عديدة، والحمد لله بعد أن فرضت القوات المسلحة البطلة الأمن والأمان على هذه المدينة عادت الحياة إلى هذا الشارع شارع الدواسة بعد أن وثقنا هذه الحركة التجارية وسمعنا دعاء إخواننا وأصدقائنا بالأمن والأمان للعراقيين أجمع. ننهي هذه الجولة من قناة الموصلية الفضائية، إلى اللقاء. Thank you.